انا ممثله تجاريه لشركه جنرال كوزميتيك. الشركه نتاعنا شركه تونسيه، تعرفنا برشا بالمارك كيراتين باور اللي هي اول كيراتين صنعت في تونس وفي افريقيا في البلدان العربيه. الكيراتين باور كمان معروفه، لكن حبينا كمان نقدموها في معرض سوسه الدولي، خاطر عندنا كمان جديد. البارح عملنا عرض خاص للرجال، خدمنا دي موديل اولاد، اليوم خدمنا موديل كيراتين وموديل بروتين، غدوا كان عشنا باش نخدموا الماش والصبغه باش نعرفوا بالماش سيلفر، باش نعملوا حتى كيراتين مره اخرى للنساء، ونهار لحد ان شاء الله باش نعملوا زاد عروض اخرى وكل شيء. ومرحبا بكم الناس الكل. مع السلامه، معكم نمير النمري من لابوتيك دو كوافور وسوسيتي فارمابور. احنا اليوم باش نقدموا لكم لا جام اللي كوميرساليزي في تونس، اللي هي جلوبالمون جام من ايطاليا ومن فرنسا ومن امريكا، وعندنا جام زاد نخدموا فيها احنا لابل بريفي نتاعنا اللي هو ايريس بيوتي، اللي نخدموا فيه توا في تونس عندنا 5 سنين ونوزعوا فيه على كامل الجمهوريه. في لي بوان دو فونت عندنا بوان دو فونت في سوسه، بوان دو فونت في تونس، نخدموا مع الاكثريه لي غروسيست ونخدموا مع لي غراند سيرفاس في كامل الجمهوريه التونسيه. انطلقت يوم الامس فعاليات الدوره الاولى لصالون دو لا بوتي بيوتي اكسبو من 3 ل 6 اكتوبر. الدورة هذه سجلنا أكثر من 70 عارض في جميع اختصاصات الجمال، من كيراتين، بروتين، مكياج، برودوي كوسميتيك، ليزيكيبمون دي صالون دو كوافير، لي سونتر سبا، كيف كيف لوروب دو مارياج كانوا حاضرين معنا، لي زيكول دو فورماسيون، لي سونتر دو فورماسيون، لي اكاديمي، كل ما هو علاقة بالجمال. هذه أول دورة، هذا مولود جديد من الصالونات المختصة اللي ولا معرض سوسة في السنوات الأخيرة مختص فيها، وهي الصالونات المهنية. المعرض محلول من 11 نتاع الصباح حتى ل 7 نتاع الليل، وبالتزامن مع الصالون هذايا حاضرين شو كبير للزائرين وللعارضين اللي هو ذا فيستيفال بالتعاون مع معز نوار انترناشونال اكاديمي. الفيستيفال هذا مقسم لتروا فولي، فولي دي كومبيتيسيون، فما كومبيتيسيون في الميكرو بليدين، كومبيتيسيون في الاكستنسيون دي زونغل، كومبيتيسيون في الاكستنسيون دي سيل، وفي الميك اب تشالنج. الدوزيام فولي اللي هو لي فورماسيون بوندون لي 4 جور، عندنا 8 فورماسيون اللي مؤثينهم دي فورماتور جايبينهم من برا كيما ميريلا من صربيا، جورج ديرون من فرنسا، وكذلك فما فراني بيز من اسبانيا، اضافه للفولي الثالث اللي هو اميغا ديفيلي دو مود واميغا ديفيلي دو بوتي. لعبت في المستنسيب ديفيلي دو مود، مره هذه دو بوتي اللي وري الخصائص نتاع المكياج اللي تصير. وفما ان سبيكتاكل ميوزيكال نخدموا به يوم الاختتام، اللي هو معناها سبيكتاكل ميوزيكال ايفوريا بتقديم خونا مهدي تفيفحة يوم الاختتام نهار 6 اكتوبر ان شاء الله. كما قلت المعرض من 3 ل 6 اكتوبر، والمعرض محلول من 11 نتاع الصباح حتى ل 7 نتاع العشيه.